عليكم ورحمة الله وبركاته. للبيع شقة في منطقة يمرا، شقة في مجمع بروج ريزيدنس، واحنا الآن في البلوك دي الدور السادس. زي ما انتم شايفين الدور الواحد فيها شقتين، وأيضا العمارة فيها مصعدين، وتتكون من 3 غرف صالة، مساحتها 160 متر مربع. هذه البوابة الرئيسية للشقة، جودة عالية، لنا أرضيات سيراميك. طبعا هذا مدخل الشقة، هنا على يسارة مباشرة عندنا الصالة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا شقة 3 غرف وصالة زائد مطبخ، أيضا فيها بلكونتين، بلكونة أمامية وبلكونة خلفية، بالإضافة إلى مكيفين مركبة في الشقة. هذا المكيف الأول في الصالة، أيضا زي ما انتم ملاحظين الإطلالة البانورامية من الأمام، الواجهة الأمامية قزاز، هذه إطلالتها على البحر مباشرة. عندنا البلكونة الأمامية زي ما انتم شايفين مساحة كبيرة وشرحة، إطلالة كاملة على البحر والمدينة. طبعا بلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة، هنا عندنا المطبخ، طبعا طقم الفرن تكون موجودة، المطبخ جاهز، الدواليب فيها جاهزة، نوعية جيدة درجة أولى. نشوف الغرف مع دورات المياه، هنا مدخل الشقة، ديكورات السقف، تناسق الألوان جميلة. هذا الحمام الأول كرمكم الله، طبعا أفرنجي، فيها الشفاط وأيضا فيها الشطاف حار بارد. هذه الغرفة الأولى، نظام التدفئة المركزية في المجمع. عندنا هنا الغرفة الثانية، عندنا هنا دورة المياه الرئيسية، طبعا فيها جاكوزي. هذه غرفة النوم الرئيسية، لها دورة مياه خاصة كاملة. طبعا هذه الغرفة من الداخل، طبعا فيها مكيف أيضا، لها بلكونة خلفية ما شاء الله مساحتها جميلة، لها إطلالة جانبية على الطبيعة، هذه إطلالتها الجانبية على الطبيعة، وإطلالة أيضا جزئية على البحر. طبعا مجمع فيه مسجد، جلسات عائلية، ألعاب أطفال، مسبح مغلق، نادي رياضي، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة، راح تكون جاهزة بالكامل، وإطلالة جميلة على البحر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.